السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد انقطاع كده عن الحالات العلمية التكنولوجية الحديثة دي، هنرجع إن شاء الله هنتكلم على موضوعات لسه جديدة. هنتكلم النهاردة على حاجة اسمها البيج داتا ستريم بروسيسنج. هنحاول نغير شوية في الحلقات بتاعتنا، تبقى أقصر قدر الإمكان ومركزة على قد ما نقدر إن شاء الله نحاول نعملها. أنا عارف الناس بتكلمني بتحب الحاجات التوتوريالز والحاجات اللي حجمها صغير، لكن انا بحب اللي هي حتى كان اسمها حلقات يعني، او اسمها يعني محاضرات علميه يعني، واخده. فانا عشان راجل اكاديمي يعني بيؤمن ان ممكن في يوم من الايام ممكن نقدر نقرب الحاجه العلميه الاكاديميه البحته الى سوق العمل. عشان كده بحاول دايما بشتغل للاسف في شكل محاضرات، يعني احاول اركز واثر الشغل بتاعنا قدر الامكان. المهم نخش في الموضوع على طول، مفيش وقت. عايزين نتكلم عن حاجه اسمها بيج داتا ستريم بروسيسنج. احنا كنا اتعرفنا على البيج داتا قبل كده، لكن المره دي بتكلم عن حاجه جديده خالص اسمها بيج داتا ستريم بروسيسنج، وبتكلم عن حاجه اسمها اس ال ار لسيستماتيك ليتريتشر ريفيو. يعني هتكلم النهارده ان شاء الله على بحث علمي بيتكلم على عمل حصر لكل الابحاث العلميه اللي في الفتره الاخيره وطلع منها بخلاصات مهمه جدا في موضوع البيج داتا ستريم بروسيسنج. فاحنا عايزين نعرف الخلاصات في الموضوع دوت. الخلاصات اللي احنا هنتناولها ببساطه التعريف الاساسي والمفهوم عباره عن ايه، وهو مش على خطوات ايه، بس كده على السريع. وبعد كده نخش بقى في النتائج على طول مباشرة، مش هتكلم في اكتر من النتائج اللي هو توصل لها. الاخ دوت او الموضوع بتاعنا البيج داتا ستريم بروسيسنج ببساطة ان انا عندي ريال تايم بروسيسنج اوف داتا، عندي بيانات شغالة وقتي شغالة وقتي، زي مثلا فيسبوك ناس عمالة تعمل كومنتات وعمالة تعمل لايكات وعمالة تعمل بيانات كتير، او مثلا مشغل سنسور بيقيس درجة الحرارة عمال يرمي لي بيانات درجات الحرارة درجات الحرارة، ففي بيانات كتيرة جاية لي لاخره. كونتينيوسلي بيانات بتتبعت بشكل مستمر ما بتخلص، كونكرنتلي وفي الوقت الحالي في بيانات بتجيلك باسلوب اسمه داتا باي داتا فاشن، عمال يبعت لك بيانات في بيانات بيانات في بيانات، حته في حته حته في حته. سواء كان سنسور بيقرا فعمال يرمي لك بيانات ببيانات ببيانات ببيانات. ناس قاعده على ويب سايت كبير زي مثلا قلنا الفيسبوك او كده، فالناس عماله تكتب وتدوس تكتب وتدوس تكتب وتدوس، وده يبعت 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 يبعت. ففي انا هنا بتكلم عن الاستريم اللي شغال، عن نقل البيانات الكبير اللي هو في البيج اللي هو بيج داتا في الاخر، بس احنا بنتكلم هنا في الحته بتاعه الايه، بنتكلم على الاستريم، البيانات بحجمها الكبير اللي ماشي وطاير على النتورك دوت وعايز يصب الناحيه الثانيه في اي بقى داتابيز ورا في بيج داتا ورا في اي حاجه زي ما يكون. خلاص ستريم بروسيسنج ديت تريتس داتا از ا كونتينوس انفاينايت ستريم، بيانات ليس لها نهايه وانتجريتد فروم سورسز، وجايه من ايه، من سورسز متكامله مع السيستم. البيج داتا ستريم بروسيسنج ببساطه نقول ان الستريم بروسيسنج جاي من ديفايسز، يقصد يعني اي سنسورز، من سوشيال ميديا، من ويب كونتنت، من حاجات كتيره جدا، كلها بتجنريت بتطلع بتبعت ماسيف ستريمز، يعني بعتالي حجم هائل جدا من البيانات اللي جايه. خلاص سيجنالز يعني اشارات ماشيه في السلوك او خلاص، بيانات جايه كبيره جدا دينوتد، بنسميها احنا البيج داتا ستريم. اللحظه دي بيج داتا ستريم اتخزنت بقى ورا في داتابيس في البيج داتا، في مش عارف ايه، مش قضيت الوقت ولا هي جايه من ايه، سوشيال ميديا، جايه من ويب كونتنت، جايه من ديفايسز، سنسورز، مش عارف ايه، برده مش قضيه. انا يهمني الحته بتاعت البيج داتا ستريم. تتميز البيج داتا ستريم عن البيج داتا العاديه ان البيج داتا العاديه اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده مش مقيده بمشاكل كتير جدا زي الريسبونسيف تايم ريال تايم، يعني مش ما عندهاش البيج داتا ذات نفسها ما عندهاش مشكله في ان البيانات لازم تجيلك اول باول، مش شرط. الموبيليتي بروبلمز مش شرط في البيج داتا، لكن شرط جدا في الاستريم. يعني تخيل ان انا بقى بتراك مثلا الناس اللي ماسكه موبايلات وشغاله في الشوارع ومش عارف ايه، وبتراك الجي بي اس بتاعهم ومش عارف ايه وكلام زي كده، بيانات كتيره جدا بتحذف لي من كل واحد على ساعات على شهور على سنين، كارثه. خلاص البيانات دي الموبايلات بقى هي ماشيه بالديسكونكت، البطاريات خلصت، مش عارف ايه، كل دي مشاكل خاصه بالبيج داتا ستريم بروسيسنج، مش خاصه بالبيج داتا اللي هي زي الانرجي مثلا. خلاص كل المشاكل دي اللي احنا رصدنا خفيف خفيف منها مشاكل تخص الاستريم بروسيسنج او البيج داتا ستريم بروسيسنج، ما تخصش البيج داتا في حد ذاتها. طيب الاهم الخصائص اللي بتميز البيج داتا ستريم او الداتا ستريم بروسيسنج ديت، قال لك ان هي كونتينوس نيو كامر داتا، كل شويه في بيانات جايه لك مستمره وجديده. ديس اوردر ما تعرفش دي كانت قبل ديت ولا دي بعد ديت، وبيانات بتجي لك وبتتحذف. انفاينايت سايز الحجم غير معروف، حجم كبير او صغير ما تعرفش ايه هو. هاي داتا ريتس تفرق معاك جامد جدا، بيانات معدل نقل البيانات على الشبكه عالي جدا. ريديوس ليتنسي بتحاول قدر الامكان دايما انك تقلل وقت التاخير بتاع نقل البيانات من السورس الى الديستنيشن،
او من مطرح ما بتطلع لغايه لما بتوصل لك. ريال تايم كويري هاندلنج، انت عايز تعمل احصائيات عن الداتا اللي جات لك دلوقتي، خلاص دلوقتي يعني كمان شويه جات لك كلمات مختلفه فالمؤشرات بتختلف. دي ايه الخصائص او الايه الكاركترستكس بتاعه البيج داتا ستريم بروسيسنج. طيب الراجل ده انا عرضت لكم البحث ولا انا نسيت؟ اه ما عرضتهوش، اللي هو اسمه محمد الاليوب دوت وعلي وزياي، ده بحث نازل 2016 اسمه A Systematic Mapping Study for Big Data Stream Processing Frameworks، وادي المكان اللي اتنشر فيه، وادي الفوليوم 2، وادي رقم الصفحه اللي انا اشتغلت عليها من 4 ل 11 في الفوليوم ده. خلاص الراجل ده مشي بطريقه منسقه جدا، ادى باك جراوند عن الموضوع، ادى الاسباب ان هو هيشتغل على اس ال ار، حط شويه اسئله المفترض ان هو بيبحث في كل الابحاث العلميه اللي موجوده عشان يجاوب عليها، وبعد كده عمل سيرش استراتيجي، عمل استراتيجيه وراك هيجيب البيانات بتاعته منين. قال انا هبحث على السيرش انجن الفلاني والفلاني والفلاني، مش جوجل طبعا، وبيبحث على ابحاث على سيرش انجن ابحاث علميه، وهمشي على ايه الخطوات اللي همشي عليها عشان ابحث، وايه الكلمات اللي انا بحثت بيها. خد بالك كل ده بدقه قد ايه، عشان لو اي حد مشي وراه وعمل نفس الخطوات المفروض يوصل لنفس نتائجه، واخد بالك؟ فانا بيوريك كل الاساليب اللي بيشتغل بيها بحيث يتحدى في النتائج. وبعد كده عدم عمل حاجه اسمها ستادي سيلكشن كريتيريا، حط شويه معايير، المعايير دي تنطبق على البحث العلمي ده يبقى معاه، لا تنطبق يبقى مش معاه، فحط الانكلوجن اللي هي تبقى معاه، وحط الاكسكلوجن اللي هي ما تبقاش معاه. وعمل ستادي سيلكشن بروسيجر، وراك انا هعمل كذا ثم كذا ثم كذا، هقرا كذا ثم كذا، واللي من كذا هستبعده واللي كذا مش هستبعده، وحط بروسيجرز وحط اجراءات على ايه، على الحاجات اللي تبقى معاه واللي ما تبقاش معاه. وبعد كده دخل على الانترنت وقعد عمل داتا استراكشن، بدا يسحب بيانات من السيرش انجن اللي هو قال عليها. وبعد كده عمل نموذج اسمه كواليتي اسسمنت لكل بحث علمي موجود، وقال البحث العلمي ده فيه كذا وفي كذا وفي كذا، ده بياخد 5 من 10، ده ياخد 7 من 10، ده ياخد 8 من 10، ده جاوب على 5 اسئله من ال7 اللي انا عاملهم، ده جاوب على مش عارف كام، وبدا يقول ايه، بدا يقيمهم. وبناء عليه بدات تطلع بقى ايه ابحاث علميه محدده ودقيقه، هي بس اللي يعني مركزه قوي على النقطه اللي هو بيتكلم فيها. وبعد كده عمل سمرايزيشن للريزلت، عمل تلخيص للريزلت والكلام ده كله، طلع وطلع بالريزلت. هي دي بقى القضيه بتاعتي انا، بس حبيت اعرض لكم كده على السريع الخطوات اللي مشي بيها. طبعا الخطوات دي مفهومه في البحث العلمي، هو ان شاء الله هحط لكم اللينك بتاعه من تحت في الفيديو، هتلاقوه موجود وحاطط فيها كل نقطه من دول بالتفصيل عمل فيها ايه. بس انا مش قضيتي، انا قضيتي النتائج على طول، انا عايز اروح النتائج بتاعته. اول كويتشن هو كان سال عليه، قال لك وات تايبس اوف كونتريبيوشن ار ميد باي ذا بيبرز، يعني الناس كانت بتركز على ايه، ايه الخلاصه اللي عايزين يوصلوا لها. قبل دوت هو حط 9 اسئله اشتغل عليهم، والمفترض ان الابحاث العلميه اللي هو بحث فيها بتجاوب على 9 اسئله دول. هنستعرض مع بعض ناتج ال9 اسئله ايه. البحث بتاعه اقتصر على 451 بحث علمي هو حطهم في الدراسه بتاعته، مشى عليهم كل اللي انا قلنا عليه من شويه، الاسئله والاسسمنت ومش عارف ايه وكلام زي كده، طلع له منهم 91 بحث هم اللي فعلا مركزين معاه وبيجاوبوه على الاسئله بتاعته كويس جدا، وهم دول اللي طلع منهم النتائج. يعني ما طلعش النتائج على 451، طلع النتائج على 91. والابحاث دي كلها كانت ما بين 2010 و2015، وهو طلع البحث بتاعه سنه 2016. هو عمل تقييم، هو وير ايفالويتد، يعني هو عمل تقييم للابحاث ما بين 2010 و2015. ادي اسم البحث بتاعه، وادي هو الراجل اهو 2016. اول حاجه قلنا السؤال الاولاني كان بيتكلم عن كونتريبيوشن، الناس كانت في الابحاث العلميه ال 91 دول بيركزوا على ايه. في ناس كانت بتركز على الميثود، الطريقه او التكنيك اللي هيعملوه او الابروتش، كلهم كلمات مترادفه. اللي ركزوا على الطريقه، طريقه الشغل 35 بحث علمي، اللي اتكلم على الفريم ورك 11، اللي عمل مقارنات ما بين الميثودز والتكنيكس والكلام ده كله كان 11 بيبر، اللي عمل تحليل للبيانات كان 10، حاجات تانية 7، اللي اتكلم على المودلز بس 6، اللي اتكلم على التولز البرامج اللي موجودة 5 ابحاث علمية بس، اتكلم على البلاتفورم 5 الى اخره. تلاحظ ان اقل حاجة الامبيريكال ستادي اللي هي الابحاث العلمية التجريبية، 3 ابحاث بس من 91 بحث كانوا بيتكلموا على الحاجات التجريبيه، بيجربوا حاجه ويشوفوا نتائجها. واغلب الناس بتتكلم في الطرق وطريقه والاسلوب البرمجي والتكنيكس اللي استخدموها عشان يوصلوا للنتائج في الحكايه بتاعت البيج داتا ستريم بروسيسنج.
في نوعين من الناس بتسمعني، واحد عايز يعرف الاتجاه العام هنا في الاريا ديت، واحد تاني بتاع بحث علمي عايز يخش في الاريا دي. اللي بتوع الابحاث العلميه طبعا بيركزوا دايما في الحاجات القليله، يعني مفيش امبيريكال ستادي يبقى ممكن يعمل البحث العلمي بتاعه في الامبيريكال ستادي، مفيش اركتكتشرز كتير ممكن يعمل هنا. اما الناس اللي هي في السوق فيهمها جدا جدا خلاص الحته دي البحث العلمي مغطيها كويس جدا جدا جدا، فممكن ببساطه جدا يعرف احسن ميثود احسن تكنيك احسن على طول مباشره. خلاص. طيب السؤال الثاني الريسيرش ميثود، والناس كانت بتبحث بالطرق ايه الاساليب اللي كانوا بيبحثوا بيها. قال لك هو قسمهم الى اربع انواع ابحاث سولوشن، يعني ناس دورت على حلول لمشاكل موجوده خلاص، وعمل نوع اسمه فاليديشن، وده قال لك ايه حلول منطقيه مطروحه بس لسه ما اتطبقتش not yet being implemented لغايه دلوقتي ما اتطبقتش، ده الفاليديشن ريسيرش. يبقى عنده سوليوشن، ناس كانت بتحل مشكله، ناس بتقترح حلول بس لسه ما طبقتهاش، ودي برضو مهمه للناس اللي هي شغاله في السوق، ودي مهمه جدا للناس اللي شغاله في السوق. ايفالويشن ريسيرش، ايه هي بقى تكنيكس اتطبقت بالفعل وتنفذت وتقيمت. خلاص. يبقى الايفالويشن ريسيرش برضو مهم جدا للكل. الاكسبيرينس بيبرز، الابحاث العلميه اللي فيها خبره، ان في واحد يوزر اشتغل في الحته دي وعنده خبره ما من شغله، فهو شايف ان هو ممكن يفيد بيها الناس فعمل شرح للفكره بتاعته، ودي اقل ابحاث علميه موجود ابحاث الخبره خلاص في الاريا دي، او طبقا ليه طبقا للاحصائيه اللي طلعها الراجل. قال الحلول للمشاكل 20 بحث بيتكلم عن حلول المشاكل، اكتر ابحاث علميه هي عباره عن 39 بحث تكنيكس الناس بتعرضها وبتقول ان دي ممكن تتطبق وما طبقتهاش، وطبعا عيب كبير جدا. الايفالويشن ريسيرش ودي حاجه جميله جدا انك تعمل تكنيك وتجربه وتطبقه وتستو، وده حاجه كويسه، ودي 31 بحث علمي، واحد بس بحث علمي من 91 هو اللي كان بيتكلم على خبره بتاعت واحد بينقلها بالكامل عبر بيبر او عبر بحث علمي، ودي طبعا قصور. معناها برضو ان الناس اللي عايزه تعمل ابحاث علميه تركز على الاكسبيرينس بيبرز، والناس اللي في العاديين في اللي هم ممكن يلعبوا في الحته بتاعت الايفالويشن والحته بتاعت الفاليديشن، حتى في تكنيكس هنا متجربه وموجوده وكل حاجه تمام ومعمول لها تيست، وفي هنا حلول لبعض المشاكل، وفي هنا لسه حاجات ما اتجربتش، دي اماكن للعب فيها. طيب السؤال الثالث الراجل اتكلم عليه بيتكلم على ريسيرش ميثود ار يوزد فور ايتش فريم ورك. دي بقى كده مهمه جدا طبعا دلوقتي بالنسبه للناس اللي بتشتغل براكتيكال تهتم اكتر. ايه هي؟ قال لك الطرق ديت بنيجي بنطبقها على برامج ايه؟ ايه البرامج؟ ايه الميثودز والبرامج اللي احنا بنشتغل عليها في في الستريم بروسيسنج اللي احنا بنتكلم عليها دي؟ هتلاحظ ان هو قال لك اللون ده سوليوشن، يعني دي الحاجات اللي عملوا لها حلول. اللون الثاني دوت ده الفاليديشن، دي الحاجات المقترحه ولسه ما اتعملهاش حلول، لسه ما اتطبقتش اسف. والايفالويشن حاجات عملوها وطبقوها زي الفل. اول برنامج السبارك. السبارك من اشهر الحاجات اللي بتشتغل على الداتا ستريم بروسيسنج. تلاحظ ان في حاجات كتير جدا اتعملت ولسه ما اتطبقتش، وحاجات كتير جدا اتعملت واتطبقت وقيمت، وقليل جدا اللي كان بيتكلم على مشاكل في السبارك وبيحاول يحلها. على عكس الستورم، الستورم هتلاقي مشاكل كتير جدا اتحلت في الفتره ديت 2010 2015، هتلاقي في حاجات كتير جدا لسه ما اتطبقتش، وهتلاقي جزء لا باس به من الحاجات التحديثيه وجربت واتظبطت على الستورم. في برنامج اللي اسمه اف لينك، هتلاحظ ان هو بيتجرب عليه حاجات كتير جدا وبتطبق وبتتنفذ على اقل من الحاجات اللي لسه ما اتنفذتش، اقل منهم اقل حاجه ان يعملوا سولوشن على الاف لينك. الاف لينك برنامج برده من البرامج المشهوره. نيجي بقى لاقل منهم البرنامجين دول، يعني الثلاثه دول هم يعتبروا التوب، وانا بعتبر السبارك والستورم او بالترتيب الستورم رقم واحد والسبارك، وبعد كده الاف لينك، وبعد كده الايه الانفوسفير والاس اس 4. دي برامج موجوده معروفه تشتغل في الحته دي. انفوسفير تلاحظ ان في حلول كتيره، هتلاحظ ان في حاجات تكنيكس بس لسه ما اتطبقتش قليله، هتلاحظ ان ايه ان حاجات تكنيكس واتطبقت قليله. والاس 4 مفيش اي حد بيتكلم على حلول ويحلها، رغم ان في حلول بعض الحلول الناس بتحاول تجرب فيها. طبعا زي ما قلت كل مره الناس بتاعت الابحاث العلميه هتركز على القليل، والناس بتاعت السوق بتركز على الكتير. خلاص. يعني اللي شايف ان السبارك اعلى في الحته دي، الحته دي بتهمه، فالسبارك والستورم هم يبقوا بالنسبه له ايه الاهم. السؤال بعد كده ايه نوع البيانات اللي بنستخدمها في البيج داتا ستريم بروسيسنج؟
يعني ايه، انا قدمت السؤال ده مع انه اتسع بس قدمته في الاول لان اهميته من وجهة نظري. فلاحظ معايا ان اللون ده بتاع السبارك، اللون ده بتاع الستورم، الاف لينك، وبعدين انف سفير، والاس فور، دي البرامج اللي موجوده. قاسوها على السنسورز، لقوا ان فعليا ناس بتجرب على السنسورز وبتجرب على السنسور على السبارك، وناس بتجرب السنسور على الستورم، وكذلك على الانفوسفير وعلى الاس 4 بنفس المستوى وضعيف جدا جدا. يعني الناس اللي شغاله في الاي او تي او شغاله على الحاجات اللي فيها سنسورز او حاجات زي كده، اقدر اقول لك كلهم قريبين من بعض. هيشغل سبارك او ستورم او اف لينك قليل قوي، او انفوسفير او اس 4 بالنسبه لك واحد خلاص، يعني مفيش فروق كتيره. اما الناس اللي شغاله على السوشيال ميديا، تلاحظوا ان السوشيال ميديا واكلها قوي الستورم، يعني من اقوى الحاجات اللي بتشتغل في حاجه في الشغل بتاع السوشيال ميديا هو الستورم، هو اللي بيقدر يعالج البيانات اللي معمول لها ستريم عالي على السوشيال ميديا، ومين بعده؟ السبارك. وبعد كده شيء سيبك خلاص، هتقول لي بقى الاف لينك وكام ماشي، بس هو الستورم اولا ثم السبارك في الحته بتاعت السوشيال ميديا. الناس اللي شغاله في الجرافيكال هتلاقي الشغل بتاع السبارك اعلى حاجه. الناس اللي شغاله في جيو سبيشال دي مقصود بيها الحاجات اللي هي بتاعت الجيو لوكيشن، اللي هي جي بي اس والجي اي اس والكلام ده كله. تلاحظوا ان اللي معدي خالص سبارك ولا تفكر في غيره. يعني لو انت عامل ابلكيشن بالجي بي اس او جي اي اس او مش عارف ايه، وعايز تستخدم تول من التولز بتاعت الستريم بروسيسنج، اشتغل سبارك مباشره، ما تفكرش في الستورم ولا في غيره. البيانات، الناس اللي شغاله على اللوك ديتا واللوك فايلز والكلام ده كله، هتلاحظ ان الستورم والسبارك هم افضل حاجه. الويب كونتنت، لو انت شغال على الحجم الكبير بتاع الويب كونتنت اللي موجود وبتكبر، زي مثلا بتعمل سيرشنج على الحاجات اللي بتشتغل على مثلا على الويكيبيديا، بتعمل حاجات لا الكلام ده لو تشتغل، اشتغل سبارك، ما تشتغلش اي حاجه تانية غير السبارك. لوك ديتا بقى اشتغل ستورم. لو شغال حاجات بتاعت الجي سبيشال اللي احنا قلنا عليها، اللي هي حاجات الجي اي اس والجي بي اس، اشتغل سبارك. الجرافيكال اشتغل سبارك. سوشيال ميديا وكلام من ده اشتغل ستورم. سنسورز مفيش اي مشكله، حاول تجرب في اي واحد لان الابحاث العلميه ما بترجحش حاجه عن حاجه. طيب بعد كده بيتكلم على اكسبيرمنتيشن تايب. يعني ايه اكسبيرمنتيشن تايب؟ دي اللي هي نوع الفورمز او التشكيله بتاعت البيانات. في عندنا بيانات مهمه جدا، في عندنا باتش اللي هو البيانات بتروح كلها على السيرفر او على السيرفرات وانا بشتغل عليها عشان اعمل اناليتكس او تحليل او دي الباتش. الاستريم داتا باي داتا، دي اللي هي موضوعنا اصلا، بيانات ثم بيانات عماله تجي لك واحده بواحده واحده بواحده والاثنين مع بعض. عايز يقول ايه الابحاث العلميه اللي اشتغلت على الباتش بس؟ الابحاث العلميه اشتغلت على الاستريم اللي هو موضوعنا، ايه الابحاث العلميه اشتغلت اللي هي بتشتغل على الاستريم وعلى الباتش؟ على الاثنين مع بعض. فتلاحظ ان السبارك اعلى واحد بيشتغل على الباتش، وبعديها شويه اقل منها شويه بيشتغل على الاستريم، وناس قليله جدا بتشتغل فيه على الاثنين مع بعض. تلاحظ ان هو واخد يعني قوه جامده جدا في حكايه الباتش، وبعديها اقل منها وحاجه بسيطه الاستريم. الستورم اونلي ستريم، يعني الناس اللي شغاله على الباتش وهتعمل اناليتيك وكلام من ده سيبك من الستورم خالص. اما الناس اللي شغاله على ستريم وفي ريت عاليه جايه وداتا عاليه كتير، اشتغل ستورم مفيش مشكله خالص، هو الوحش هنا بتاع الاستريم. لكن للاسف زيرو باتش، يعني رغم ان في كام بحث كده بسيط عمل على الفكرتين مع بعض على الستور. الاف لينك تلاحظ ان الناس كلها شغاله عليه باتش. الانفوسفير شغال عليه ستريم. الاس 4 ستريم اكتر. خلاص؟ يبقى احنا كده لو هتشتغل انت سيادتك باتش باختصار جدا، ما تفكرش، عندك سبارك وبعديه الاف لينك. لو انت شغال على ستريم عندك ستورم وبعديه سبارك، بس انتهى الموضوع. اما الناس اللي قاعده تعمل ابحاث علميه، المناطق الضعيفه دي هي اللي الناس ما اتكلمتش فيها كتير او ما بحثتش فيها كتير او ما طلعتناش نتائج قويه فيها. انوال نمبر اوف بابليكيشنز، يعني الابحاث العلميه في الفتره الاخيره في البيج داتا ستريم بروسيسنج كانت شغاله ازاي؟ مش هخش في تفاصيل السنين، تلاحظ طبعا كان الموضوع ده كان ميت اصلا في 2010 وفي 2011 وفي 2012، يعتبر كان ميت جدا. يعني بدا ينطق معنا من 2013 و2014. تلاحظوا ان الخط ده والخط ده الليزر ده اللي فوق ده هو السبارك، واخد اكبر ابحاث بتتكلم على السبارك دايما، وبعديه على طول هتلاقي الناس بتتكلم على الستورم. يعني نلاحظ ببساطه جدا بالعين المجرده كده ان اقوى الناس كلها بتتكلم على فكره مين؟ الستورم والسبارك في الحته بتاعه الاستريم بروسيسنج. الغرض بتاع الكونتريبيوشن بيربس، الناس كانت بتعمل ابحاث علميه عشان تعمل انهانسمنت، يعني عايز تعمل تحديث معين
ولا كانت بتقيس البرفورمانس، يعني بتقيس درجة السرعة والأداء وسرعة الأداء وقوة الأداء، ولا الاتنين مع بعض؟ تلاحظ ان الناس بتعمل توسعة وتحديث في الأفكار والقوة بتاعته في السبارك، كان أعلى حاجة في تحديث الاستخدامات. أما البرفورمانس والسرعة والكلام ده كله كان أقل من كده شوية. وكذلك في الستورم، وكذلك في الستورم خلاص هتلاقي برضو ايه، التحديث في الاستخدامات اعلى بكتير من التحديث في الايه، في البرفورمانس. بتلاحظ ان هو البرفورمانس يعني في الاستخدامات والبرفورمانس مع بعض قليل جدا، يكادوا يكونوا متطابقين، يعني قليل جدا الابحاث اللي بتتكلم في الاثنين مع بعض. لكن في الاف لينك اقل في الناحيتين، انفوس فير والاس فور واعين قوي جدا في الحته دي. خلاص طيب، بعد كده بيتكلم على دي مهمه جدا جدا للناس التطبيقيين برضو، ايه الاي بي اي لايبلاريز اللي ممكن ادخلها واعشقها مع السبارك والستورم والاف لينك والانفوسفير. خلاص في تولز كتير جدا هي اصلا بتركب يا جدعان، بتركب لايبلاريز بنستخدمها عشان نستخدم حاجات معينه جواها، وبتركب على السبارك او الستورم او الاف لينك او الانفوسفير. في من اشهرهم الكافكا، كافكا هتلاقيه مشهور جدا في الناس بتوع البيج داتا والكلام ده كله. كافكا بس ممكن عشان نبسط العمليه، دي كلاينت لايبلاري، دي يعني تشتغل على كلاينت مش على السيرفر، عشان تبني ستريم بروسيسنج ابلكيشنز بشكل كويس. ومعاها رابت، في بقى عندنا رابت ام كيو والزيرو ام كيو، والاثنين دول اسينكرونس مسج كيو، الرسائل اللي بتتبعت بشكل متوازي على الشبكات. خلاص، وفي بعد كده النتورك سوكيت وتويتر ستريم اي بي اي، كل ديت حاجات يعني لايبلاريز بنركبها مع الحاجات دي كلها. تلاحظ ان كافكا من اشهر الحاجات اللي بتركب سواء كانت مع الستورم او مع السبارك. خلاص، وزيرو ام كيو في الحته بتاعت الاسنكرونس مسج كيو، كيو طبعا يعني الطابور، الرسائل اللي ماشيه جنب بعض وبنعمل لها اسنكرونس، بنعمل لها توازي. هتلاحظ ان زيرو ام كيو هو افضل بعدين، يعني نقدر نقول ببساطه جدا من وجهه نظرنا كده ان اعلى حاجه كافكا، وبعديه زيرو ام كيو. طبعا ما بيكتبش زيرو، بيكتب زيرو اللي هو زيرو يعني الدايره. خلاص، في طبعا رابت ام كيو طبعا اقل جدا من زيرو، يعني بتوع السوق يشتغلوا على زيرو. خلاص، في النوك في الـ في, الـ في النتورك سوكت هتلاقي بقى، هو نتورك سوكت والزيرو والرابت قريبين من بعض، افضلهم الايه، الزيرو ام كيو بالنسبه للستورم والسبارك. اما هنا بالنسبه للانفوسفير اعلى قوي في النتورك سوكيت، ماشي، بس ده اللي هيبقى شغال انفوسفير. تويتر برضو شغال كويس في الـ يعني ضعيف بس يعني شغال، يعني تويتر اي بي اي على الستورم والسبارك. يعني من الاخر بتوع السوق، كافكا كافكا، ولو عايز تشتغل حاجات تخص المسج كيو ركب زيرو ام كيو. خلاص، يبقى كافكا وزيرو ام كيو. اما بالباقي ده من الابحاث ممكن تغطيها. السؤال بعد كده بيتكلم على البريفيرد رينج نمبر اوف نودز، بيتكلم هنا ايه الايه نمبر اوف نودز يوزد ان اكسبيرمنتيشن، يقصد ايه؟ لما تيجي نجرب الحاجات دي يا شباب بنجربها بيج داتا، فلما البيج داتا دي بتجربها معناها ان انت بتحطها على كلاستر. كلاستر ده عباره عن نتورك كده، شبكه مجمعه من مجموعه اجهزه، والبيانات بتتحدث على الاجهزه دي، والاجهزه دي كلها بتشتغل بارل بروسيسنج على نفس الشبكه، او اكبر منها شغال على بيج، على كلاود كومبيوتنج ورا. يعني ايه كلاود كومبيوتنج؟ ببساطه كده، لو انت فهمت كلمه الكلاستر، يبقى هو بيتكلم على مجموعه من الكلاسترز مع بعضها. خلاص، فبيقول هنا ايه الابحاث العلميه لما اتكلمت على، طبعا كان في ابحاث بتتكلم على البرفورمانس، فبيقول لك ان البرفورمانس هنا اتقاس على كام نود، كام جهاز كان شغال وهو بيتست. فتلاحظ ان اللون ده كان شغال من 1 ل 5 نودز، اللون ده شغال من 6 ل 20 نود، واللون ده للناس اللي شغال على اكتر من 20 نود، يعني اكتر من 20 جهاز وبيتستوا عليهم في الفكره بتاعت البيج داتا ستريم بروسيسنج. لاحظ السبارك تم اختباره بشكل قوي جدا في جميع الحالات، الظاهر كده، يعني الظاهر ان من اجهز لخمسه، من 6 ل 20، فوق ال 20، في ابحاث علميه جدا غطته في الحته دي، معناها ان البرفورمانس بتاع السبارك زي الفل، محدش يقلع منه. الستورم اقل منه دقه، لاحظ ان هو اختبر قوي قوي من جهاز لخمس اجهزه، لكن حته من 6 ل 20 جهاز اقل من حته من فوق ال 20 جهاز اقل جدا. خلاص، يبقى نقدر نقول ان السبارك يعني في الحته دي ستيبل اكتر من الستورم. الاف لينك اقل، الانفوسفير اقل، الاس 4 اقل. دي كانت النظره السريعه على النتائج
الخاصة بالبيج ستريم بروسيسنج بالنسبة للناس اللي بتشتغل في الحتة التطبيقية، يهمهم التولز الأساسية وإيه اللي موجود في الأريا، أنه أريا بالظبط، وإيه التولز الاي بي ايز التانية أو ثيرد بارتي أبلكيشنز زي كافكا وزي الزيرو ام كيو، الكلام ده كله اللي بتركب على البرامج ديت. دي نظرة كانت بسيطة جدا ممكن تفيد الناس لو عايز يخش الأريا دي يشتغل فين، سواء كان للبحث أو للتطبيق، وأنه برامج تفيدك في المنطقة دي. أتمنى من ربنا يكون في استفادة ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.